بينضم لينا دكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة. أهلا بيك، مساء الخير يا دكتور. وفي الأول كلمنا عن أهمية التوسع في السيارات الكهربائية وغيرها من وسائل النقل اللي بتستخدم الطاقة المتجددة. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. طبعا السيارات الكهربائية اللجوء إليها جاء نتيجة للتلوث اللي بيطلع من السيارات العادية اللي بتستخدم محركات الاحتراق الداخلي واللي بتحرق بنزين أو سولار على حسب نوع السيارة. أيضا من ناحية التوجه اللي بيتم حاليا نحو الطاقات المتجددة، فحقيقة الأمر حينما أشحن السيارة بتاعتي بتيار كهربائي ويكون هذا التيار الكهربائي منتج من الشمس والهواء، فحقيقة الأمر أنا بشغل العربية بتاعتي بالشمس والهواء بدل ما بشغلها بمصدر ناضج من الوقود. وطبعا زي ما احنا عارفين ان احنا بنستورد جزء كبير من الوقود اللي هو البترول بالذات الخام، يمكن بننتج احنا في معامل التكرير الخاصه بينا منتجات البترول جزء كبير من اللي احنا بنستخدمه، ولكن نحن لدينا فجوه في انتاجنا من البترول الخام وهذه الفجوه بتتجدد. وبالتالي علشان نقدر بالنسبة لحالة مصر نقدر ان احنا نقلل من اعتمادنا على عملية الاستيراد، مؤكد ان احنا التوجه نحو السيارات الكهربائية ووسائل النقل الكهربائية احد الوسائل اللي هتخفف جدا من هذا، خاصة ان قطاع النقل بيشكل حوالي ربع استهلاكاتنا من الطاقة اللي هي الكورية اللي هي البنزين. طيب كيف ترى يا دكتور الأهمية والمردود الاقتصادي طبعا بخلاف المردود البيئي يعني في الاعتماد على السيارات صديقة البيئة؟ هو طبعا زي ما أشرت لحضرتك بالنسبة للدولة هو تخفيف عملية الاستيراد، تنمية قطاع الطاقات المتجددة. بالنسبة للشخص السيارة الكهربية لها مميزات كثيرة. أولا السيارة الكهربية أكثر كفاءة جدا، قد يكون كفاءتها تعادل من مرتين إلى ثلاث مرات كفاءة السيارة بتعمل بالبنزين تحت استهلاك الطاقة، وبالتالي تكلفة تشغيلها أقل كثيرة، احتياجها للصيانة أقل كثيرة. حضرتك مش محتاج تغيير زيت، مش محتاج محرك معقد وضبط محرك وتغيير بوشيهات وكل القصص دي، ده غير موجود نهائي في السيارة. مش محتاج تعمل عمرة للمحرك. فالسيارة الكهربائية أكثر اعتمادية، أقل أعطالا، أقل صيانة، بتحتاج أكثر اتزانا على الطريق، وده أحد مميزات وجود البطاريات اللي فيها بيخلي مركز الثقل بتاعها قريب من الأرض فبتكون أكثر اتزانا وبالتالي أقل احتمالا لعمليات الانزلاق على الطرق وما إلى ذلك. أيوة. فالسيارة الكهربائية أهدى، لا تنتج أي أصوات ممكن إن هي تنتج من السيارة العادية اللي بتستعمل الحرق. فهي من ناحية التشغيل هي أبسط كثيرا وأكثر مميزات من السيارة الاحتراق الداخلي. وأقدر أقول أن السيارة اللي بتعتمد على محرك الاحتراق الداخلي هي أحد بقايا القرن العشرين، يعني دي تكنولوجيا تنتمي إلى القرن العشرين وانتهت، بالضبط زي ما بنتكلم على تليفون أبو سلك مقارنة بالتليفون المحمول. تمام. التكنولوجي تطورت وأصبح هذا التكنولوجي متاح، لأن كان العائق الوحيد أمام السيارات الكهربائية هي تكلفة البطاريات اللي بتستخدم فيها، لكن هذه التكلفة انخفضت العشر خلال يمكن العشر سنوات الماضية ومستمرة في الانخفاض، هو ده اللي خلى السيارات الكهربائية بقت قابلة جدا للتطبيق ومنتشرة، ابتدى انتشارها بكثير من دول العالم. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة.